السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وندوة جديدة من ندوات أكاديمية بالعقل نبدأ. وندوة النهاردة بعنوان نظام الكون والتصميم الذكي، أو محاولة الإجابة على سؤال هل يوجد إله. محاور ندوة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، المحور الأول معانا هو برهان النظام، المحور الثاني معانا هو تاريخ النظام، المحور الثالث هو التصميم الذكي أو دليل التصميم الذكي، المحور الرابع هو أطروحة الصدفة، وآخر محور معانا هو احتمالية الصدفة. أول حاجة أو أول عنوان هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله هو برهان النظام. برهان النظام أو النظم هو برهان بسيط جدا يتميز بأن هو واضح لكل الناس، ويتميز بأن هو البرهان الأبسط والأوضح لكل الناس، ويتميز بأن هو يعني نقدر نقول أنه له شعبية في الأوساط اللي بتناقش قضية وجود الإله بشكل كبير جدا، سواء في الغرب أو في الشرق، وبأكثر من مسمى زي ما حضرتك شفت، سواء النظم التصميم الذكي وغيرهم من المسميات. تمام، برهان النظام له مقدمتين ونتيجة، الدليلين، والدليلين دول بيؤدوا بينا لنتيجة. الدليل الأول أو المقدمة الأولى وهي أن الكون به نظام. المقدمة الثانية أن النظام لابد له من منظم. والنتيجة اللي بنوصل لها من المقدمتين دول أن إذن الكون لابد له من منظم. تمام؟ في البداية بس قبل ما ندخل في النقطة دي، حابب أن احنا نوضح جزئية بسيطة. تمام؟ وهي ان الخناقه في الدليل ده، لو جاز لينا ان احنا نسميها الخناقه، وهي مش حوالين ابدا ان في منظم او لا. يعني هي مش خناقه حوالين هل هناك سبب للكون ولا لا، الخناقه الحقيقيه حوالين طبيعه هذا السبب. يعني ايه؟ يعني الخناقه بتتكلم مش ان في سبب للكون ولا لا، الطرحين بيقولوا ان في سبب للكون، بس في طرح بيقول ان سبب الكون ده غير عاقل وبالتالي مش اله، والطرح الثاني اللي احنا بنقدمه النهارده وبنوضحه النهارده وبنتكلم عنه بيتكلم عن ان هذا السبب هو عاقل او عالم او حكيم او قادر، وبالتالي هو بيتصف بصفات الاله. فاحنا ما بنتكلمش عن هل في سبب ولا لا، لان صعب ان عاقل او صعب ان انسان ينفي السبب، وان كنا هنناقش برضو الجزئيه دي بشكل تفصيلي اكتر، ولكن بنتكلم عن طبيعه المنظم، ايه هي حقيقه هذا المنظم. نيجي للمقدمه الاولى وهي ان الكون به نظام. دي على المستوى الحسي البسيط احنا بنشوف النظام في الحياه اليوميه. زي ما قلنا البرهان ده من اكثر البراهين استخداما على الاطلاق، على الإطلاق حقيقي، حتى على مستوى النص الديني من أكثر البراهين استخداما. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإي يعني، وإلى آخر الآيات الكتير اللي بتتكلم عن أنتوا ما بتشوفوش حواليكوا النظام ولا إيه؟ نظام في حياتك اليومية اللي أنت شايفه حواليك، اللي هو تقدر تبص له من أبسط يعني من أبسط منظور. تمام؟ الشمس اللي بتطلع وحركة الشمس مع الأرض اللي بتخلي فيه صبح وليل، وبتخلي فيه نظام حركة الشمس مع الأرض، بتخلي فيه فصول حتى. فكل ده على المستوى الحسي البسيط الإنسان بيقدر يلمس فيه فكرة النظام. الحاجة الثانية وهي المستوى التجريبي، وهي فكرة العلوم المختلفة. كل العلوم بلا استثناء بتؤكد فكرة النظام. يعني ايه فكرة النظام هنا؟ لو بصنا حضراتكم على العلوم المختلفة، العلوم التجريبية المختلفة، هنكتشف ان هي كلها بتبحث في النظام ده اصلا، وبتبحث في المنظومة دي اصلا. الفيزياء بتبحث في منظومة حركة الاجسام، الطب بيبحث في منظومة طبيعة الجسد نفسه وعلاجه، الكيمياء بتبحث في منظومة التفاعلات ما بين المواد المختلفة. فالعلوم المختلفة الغرض منها والهدف منها أساسا هو دراسة النظام في الكون، هو دراسة النظام في العالم من حوالين. أما على المستوى العقلي، فالمستوى العقلي بيبحث أصلا في فكرة معنى النظام، وبيكتشف أن هذا الكون على الأقل على الأقل تقدر تلمس نظام فيه ولو في بعض الأماكن. أما على المستوى العقلي الحقيقي فأنت بتقدر تلمس نظام في كل تفاصيل الكون بلا استثناء.
كل التفاصيل بلا استثناء. عشان كده لما نرجع تاني للبرهان اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا ان اول قاعده هي ان الكون به نظام، وده القاعده اللي العقل بيتكلم فيها. طب مين قال ان الكون فيه نظام؟ هو يعني ايه نظام اصلا؟ النظام هو قانون. دي اجابه صحيحه بشكل كبير. النظام هو مجموعه من القوانين اللي بتؤدي لصوره واضحه ليها هدف وغايه. يعني مش بس مجرد قانون، لا، قانون بيؤدي لشيء، بيؤدي لهدف او لغايه. تمام. طبعا في بعض التعريفات الغربيه اكتر اللي حتى كانت بتتكلم في النقطه دي، كان منهم تعريف كويس جدا يعني، او كان تعريف بيوضح برضه فكره قريبه من كده. كان يقول لك ان دلوقتي لو احنا قلنا مثلا الف، الف ده حاجه ليها معنى ولكنها مش معقده. اما اقول الف او باء او تاء، دي حاجه ليها معنى ولكنها مش معقده. لما اقول مثلا السيف والخيل والبيداء والبيداء تعرفني، قصيده مثلا، فده هنا اصبح حاجه ليها هدف ومعقده، عكس لما اقول مجموعه من الحروف العشوائيه اللي ما بتؤديش لاي شيء، هنا بقت حاجه ملهاش معنى على الرغم من انها معقده. فكانوا بيتكلموا بمعنى بسيط كده ان النظام هو تعقيد بيؤدي لمعنى، اكتر من جزء بيؤدوا لمعنى وبيؤدوا لشيء، او ان الاجابه الثانيه اللي برضه بتكمل الاجابه الاولانيه، وهي انسجام بين الاجزاء المكونه لاحدى المجاميع لاجل تحقيق هدف مشترك. فده المستوى العقلي وفكره النظام. تاني حاجه، وهي ان النظام يحتاج الى منظم. على المستوى الحسي البسيط يعني قالوها القدماء، حتى قالوها بالعقل البسيط كده، ان الاثر يدل على المسير. حتى ان هو فكره ان في اثار اقدام في الارض، معناها ان كان في حد ماشي هنا. حتى كده في الامثال الشعبيه يقول لك ايه، ما فيش دخان من غير نار مثلا، طالما في دخان يبقى في نار، وغيرها من الامثال والافكار اللي بتؤكد على فكره ان طالما في شيء فلا بد يكون له سبب. على المستوى العلمي التجريبي، ان لكل ظاهره سبب ملائم. يجي حد هنا يقول لك لا يا عم، مش لازم لكل ظاهره سبب ملائم. وهنا ما بتكلمش عن حد عادي، انا هنا بتكلم عن حد قد يكون اسطوري في الفكر العلمي التجريبي او في الفكر الغربي، وهو مثلا هوكينج، اللي هو العالم الفيزيائي الشهير اللي كان مصاب بنوع من انواع الشلل، واللي بيعتبر البعض اذكى عالم فيزيائي واقوى عالم فيزيائي على مر التاريخ، او على الاقل في منافسة جديدة جدا مع اينشتاين على اللقب ده. هوكينج كان معروف للأسف ان هو من رافضين فكرة وجود الإله، فكان بيرد على فكرة ان لكل ظاهرة سبب ملائم، ان والله يا جماعة احنا جينا كده نبص على كوباية القهوة اللي قدامنا البسيطة اللي احنا بنشربها دي، اكتشفنا ان جواها مجموعة من الانفجارات الدقيقة جدا اللي بتحصل، وبالبحث اكتشفنا ان الانفجارات دي ملهاش سبب. ودي كانت سقطة كبيرة جدا 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 لهذا العالم الفيزيائي. ليه بقى؟ لان انت ممكن تقول لي ما عرفناش نوصل لسبب ليها، احنا في حاجات كتيره ما قدرناش ان احنا نوصل لسبب ليها. اما فكره ان احنا ما فيش سبب اصلا، فده شيء لا يمكن لعاقل ان هو يصدقه. حتى ان زمان مثلا لما كانوا في العصور القديمه، ودي حاجه حتى الغريب ان ستيفن هوكينج العقليه دي كان بتسخر منها، يقول لك ان زمان لما كانوا يشوفوا خسوف القمر او كسوف الشمس كانوا يقولوا ايه ده، الحق ده، ايه ده، اله على شكل ديب مثلا بيبلع القمر واحنا لازم نقدم له قرابين مثلا عشان يسيب لنا القمر بتاعنا. انت عملت حاجه شبيهه بكده، انك انت حطيت تفسير غير منطقي على الاطلاق للظاهره قدامك عشان تاكد الفكره اللي عندك، وهي ايه؟ ان احنا بما ان احنا ما وصلناش لتفسير، اذا ما فيش تفسير اصلا او ما فيش سبب اصلا. وده طبعا كانت سقطه كبيره جدا. والا ايه اللي يجبرك اصلا يا عم ستيفن انك تدرس فيزياء؟ لو في امكانيه ان ما يبقاش في سبب، ما يبقاش في قانون، ما يبقاش في قاعده لكل حركه في الكون حواليك، ما كنتش دخلت درست فيزياء، ولا كنت نزلت بالنظريات اللي انت وضعتها دي كلها. لان الاساس عندك في حركتك تجاه العلم وحركتك تجاه المعرفه هو ان لكل شيء سبب، وانت بتحاول توصل لهذا السبب وتحاول توصل لمعرفه حقيقه هذا السبب. ودي النقطه اللي بيتكلم فيها العقل، اللي بيتكلم فيها المستوى العقلي، اللي بيتكلم ان لكل حدث سبب ملائم. بما ان في حدث لابد ان يكون له سبب ملائم. فدي المقدمه الثانيه اللي نوصل منها ببساطه شديده جدا لنتيجه، وهي ان هناك منظم لهذا الكون.
تمام، فالنتيجة تصبح حتمية بسيطة واضحة، وهي أن لابد من منظم للكون، حي عالم مريد قادر. لا 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 لا، استنى هنا كده بقى، انت بتقول ان لابد من منظم للكون، جبت منين بقى حي وعالم ومريد؟ جبتها على اساس ايه؟ هنا لازم ناخد بالنا من النقطه اللي قبلها، اللي احنا كنا بنتكلم فيها في المقدمه اللي قبلها، اللي هي ايه؟ اللي هي لكل حدث سبب ملائم. يعني ايه ملائم؟ يعني ما ينفعش يكون في شيء منظم والتنظيم ده بيكون اكيد نتيجه معرفه وعلم بهذا النظام ما يكونش متصل بالاعلاميه. ما ينفعش يكون مريد لهذا، ما ينفعش يكون في اراده لهذا النظام وعلم بيه وقدره على فعله، وما يكونش اللي عمل كل ده متصل بكل ده. ازاي ما يكونش قادر على فعله ويفعله فعلا؟ فكون ان هو هذا النظام موجود نتيجه علم ونتيجه قدره ونتيجه حياه ونتيجه اراده، اذا لابد بالتاكيد من أن منظم هذا الكون حي عالم مريد قادر. طب تعالى ندخل في جزئية تاريخ النظام. أناكساغورس مفكر اليوناني كان أول من تكلم في فلسفته عن برهان النظام، وتكلم عن وجود نظام لهذا الكون ونظام يحكم هذا الكون، وجه هيراكليتس أكد على أن هناك قانون واحد يتحكم في الكون كله. الكلام اللي جه وضحه أكتر بشكل أفضل أفلاطون، وتحدث عن القوة المنظمة والمدبرة للكون وهي الإله، قبل ما يجي أرسطو ويصيغ ده في برهان ودليل بيتحدث عن المحرك الأول والمنظم والمعتني لهذا الكون، قبل ما يبدأ يتدخل في هذا الجزء من آمن كمان بنص واضح بيتكلم في نفس الفكرة وهي فكرة النظام، وهو توماس الإكويني اللي اتكلم عن برهان النظام واستعمله كأحد أدلة وجود الإله، وابن سينا اللي أشار إلى أن نظام الكون بيحتاج لمنظم وليس صدفة، وأخيراً ابن رشد اللي أثبت وجود الإله المنظم والمعتني انطلاقاً من النظام. فالنظام زي ما احنا قلنا وأكدنا هو الدليل الأوضح على فكرة وجود إله ووجود معتني ووجود منظم وخالق لهذا. نيجي بقى لفكرة التصميم الذكي. التصميم الذكي أو دليل التصميم الذكي بيتكلم أن بعض المميزات في الكون لا يمكن تفسيرها إلا بمسبب ذكي وليس بمسبب غير موجه، وده البرهان المستخدم أكتر في الغرب، واللي حصل فيه زي ما قلنا مجلدات مش كتب، مجلدات بتتكلم فيه، الغرض منها أنها توصل لحقيقة وجود خالق عالم لهذا الكون، ويتكلم فيها زي ما قلنا الحضارة العاقلة أو المنهج العقلي من آلاف السنين الحية. طب البرهان ده بيتكلم في إيه؟ بيتكلم زي ما قلنا إن في مميزات في الكون ما ينفعش نفسرها من غير ما يكون اللي فاعل ليها ده عاقل وذكي، وما ينفعش نفسرها بالصدفة. تمام؟ معهد ديسكفري اتبنى هذا الدليل، وهو منظمة أمريكية موجود في سياتل في واشنطن. ويليام بيلي قدم جدلية صانع الساعة، يعني بيتكلم ببساطة كده، أنت لو شفت ساعة معقدة مرمية على الأرض، أنت مستحيل 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 ان انت تفتكر ان الساعة دي حصلت بشكل عشوائي، لا بشكل مؤكد هتقول ان اللي عملها صانع، وصانع متقن كمان في صناعة الساعات. فلما نشوف كون بهذا النصب مستحيل نفكر ان هو اللي صنعها الصدفة، وانما هو خالق عالم وقادر ومتقن لصنعه وعنده المعرفة الكاملة بصنعه ده. أنتوني فلو اعلن تأييده للتصميم الذكي، وأن هناك مصمم ذكي يقف خلف التطور، وكان الراجل ده كان ملحد قبل ما يعني يؤمن بالتصميم الذكي، واللي على أساسه رجع عن الإلحاد وأعلن تأييده للنظرية دي. معلومة هنا برضو عشان نؤكد على فكرة مهمة جدا، وهي التوجيه اللي بيحصل للنظريات العلمية المختلفة. يعني لو بصيت هتلاقي في قضية، لو حضرتك دورتوا عليها، هي قضية اتعرفت باسم كيتس ميلر ضد مدارس منطقة دوفر. تمام؟ القضية دي كانت في أمريكا، يعني صدر حكم فيها بمنع تدريس دليل التصميم الذكي في المدارس في الولايات المتحدة أو في المنطقة دي، في الوقت اللي فيه بيتم تدريس نظرية التطور إجباراً. إحنا ما بنتكلم عن برهان النظم، ولازم حضراتكم تاخدوا بالكم كويس جداً من الفرق بين المصطلحين دول. في برهان النظم أو دليل التصميم الذكي، دليل يعني حاجة علمية مؤكدة، وما بين نظرية التطور، ونظرية هنا يعني احتمالية لسه بنبحث في مدى صحتها حتى. ففي الوقت اللي انت فيه بتمنع دليل صحيح مقابل تدريس نظرية واحتمال،
بسبب خوفك من الدين او بسبب خوفك من فكره توجيه الاطفال لفكره وجود اله، ده بيؤكد التوجه الغربي، مش هنقول الرافض لوجود اله، ولكن على الاقل الغير مرحب بهذا الوجود او غير مرحب بالتوجيه لهذا الوجود. نيجي بقى على النقطه اللي على اساسها بيعظموا فكره نظريه التطور، اللي على اساسها نشا السؤال هل يوجد اله ولا لا. وقبل ما ندخل في السؤال ده، انا بس حابب اكد لحضراتكم على حاجه مهمه جدا. لو بصينا على التاريخ، في مؤرخ فرنسي اسمه بلوتارك كان اتكلم انك مش هتلاقي في تاريخ الارض انتشار لفكره هو في اله ولا لا. ممكن تلاقي انتشار لفكره ان احنا هنعبد مثلا الشمس، هنعبد القمر، هنعبد الحيوانات، هنعبد النجوم، هنعبد جبل، هنعبد صنم، هنعبد حتى اي حاجه اي شيء، ولكن ما كانش فيه فكره هل في اله ولا لا. الفكره دي فكره مستحدثه على الفكر الانساني، الفكره دي فكره جديده على الفكر الانساني بالمناسبه. ليه؟ من وجهه نظر اهل المنهج العقلي، ده لان وجود اله ووجود قوه خالقه لهذا الكون وقوه متحكمه ومصرفه لهذا الكون، ده وجود بديهي عقلا ووجود بديهي من الناحيه الفطريه، كان وجود فطري. انت بفطرتك بتميل لوجود قوه عظمى بتتحكم في الكون، وعقلك بيميل او مش بيميل، عقلك بداهه عنده ان لهذا الكون سبب، وان هذا السبب مؤكد اعظم من الكون نفسه، تمام؟ والا ازاي هيوجده؟ فده بس مقدمه للجزئيه اللي بعد كده، وهي هل نشا العالم صدفه؟ طب ايه بقى فكره هل نشا العالم صدفه دي؟ قبل ما ندخل في تعريف الصدفه، قبل ما ندخل في القصه دي، انا عايز احكي قصه سريعه، معلش استاذنكم. في تجربه حضرتك ممكن تبحثوا عنها، او ممكن حتى تدخلوا على جروب الناقد الثقافي على الفيسبوك، اعملوا سيرش على كلمه الناقد الثقافي على الفيسبوك، ده جروب تابع لينا، تمام؟ عليه مجموعه من الافكار اللطيفه جدا، حضرتك ممكن تبصوا عليها. اعتقد عليه من ضمن الافكار اللي طرحت كانت فكره نظريه او تجربه، اسف، يوري وميلر. ايه هي تجربه يوري وميلر دي؟ ان جه بعض الناس لما تم طرح فكره ان الكون له خالق ولا لا، قال لك لا مش شرط الكون يكون له خالق. فتسال طب ازاي؟ قال لك نظريه التطور. فكان رد هنا في النقطه دي، نظريه التطور بتتكلم عن تطور الماده، حتى لو هي صح فهي بتتكلم عن تطور الماده، ان في ماده وهذه الماده تطورت لموجودات مختلفه. طب الماده دي جت منين؟ الماده الحيه دي جت منين اصلا؟ فكان هنا رد على النقطه دي، ان البعض قال ان في ظروف معينه لو حصل ان احنا حطينا مجموعه من الاحماض الامينيه كده، ومجموعه من مش يا ربي مجموعه من الكيماويات المختلفه كده، ومجموعه هيدروجين تقريبا وكربون وحاجه كده، وتحت ظروف معينه ومع الزمن والظروف دي هيبدا ينشا فيها بروتينات. البروتينات دي هي اللي على اساسها بينشا، او هي الماده الاولى للحياه. عشان كده دايما بيكونوا الماده الحيه لازم فيها البروتين ده. فجه يوري وميلر دول قال لك طب ما تيجي نجرب. وبالفعل عملوا زي تيوب كده، جمعوا فيها المواد اللي بيتم الحديث عنها ان هي ممكن تكون المنتج للماده الحيه الاولى. جدير بالذكر ان لحد النهارده هذه الكيماويات اللي جمعت فشلت تماما ان هي تنشئ بروتينات، توجد بروتينات، وفشلت حتى ان هي توجد سبب مبدئي للبروتينات، وفشلت تماما ان هي توجد اي ملمح من ملامح الحياه مش هقول لكم البدائيه، اللي هي ما قبل البدائيه. ومع ذلك يظل البعض مصمم على فكره الصدفه، وفكره ان في بعض الكيماويات اللي اتجمعت بشكل ما وانتجت عندنا الماده الحيه الاولى اللي على اساسها ظهرت الحياه في الكون. مش موضوعنا، خلينا ناخدها بقى من الناحيه العقليه شويه. اول حاجه، هو يعني ايه صدفه؟ الصدفه هي صدور النتيجه دون سبب ملائم، يعني ان يبقى في حاجه بتنشا بدون وجود سبب، واحنا قلنا ان عقلا لابد من وجود سبب. طب ازاي ممكن ينشا حاجه بدون وجود سبب؟ بيبدا البعض يحتج على فكره الصدفه ووجود اشياء بدون سبب، انك مثلا ممكن قاعد في البيت فجالك فجاه تليفون من حد ما قابلتوش بقالك سنين، انك ما تيجي نتقابل. طب هنتقابل فين؟ هنتقابل في جزء من المدينه مثلا انت عمرك ما رحته قبل كده، فانت نزلت من بيتك ورحت، وانت بتعدي الشارع في الجزء اللي انت عمرك ما رحته ده، جت عربيه خبطت الشخص اللي رايح المشوار ده. فهنا شفت الصدفه يا اخي، مكان عمره ما كان هيروحه، ومكان عمره ما كان يفكر انه يروحه، يتخبط فيه هناك ويموت. هل ده بدون سبب؟
الحقيقه ان ده مش الصدفه الحقيقيه، وده ما لا يمكن يكون صدفه. ولو ركزنا في بعض الامثله او في كل الامثله اللي بيتم الحديث عنها ان هي صدفه، هنكتشف في النهايه ان هو ايه السبب اللي خلاه يموت في المنطقه اللي هناك دي. هناخدها حاجه بحاجه. ايه السبب اللي خلاه يموت؟ انه اتخبط. هل كونه مات بسبب ان هو اتخبط ده سبب غير حقيقي؟ لا، ده سبب حقيقي جدا. طب ايه اللي خلاه يروح هناك؟ اللي خلاه يروح هناك ان صاحبه كلمه. طب هل ده سبب غير حقيقي؟ لا، سبب حقيقي لما صاحبه يكلمه ويطلب منه يتقابله في المكان ده اكيد او بنسبه كبيره هيروح، ده مش سبب غريب ولا حاجه. طب هل هو اتواجد في المكان ده من غير سبب؟ لا، السبب هو المكالمه بتاعت صاحبه، المكالمه ان هو راح. وبالتالي هنربط، هنكتشف ان هي مجموعه من الاسباب اللي ادت لالتقاء سلسلتين من العلل او سلسلتين من الاسباب التقوا في نقطه ما سببوا حدث اصبح بالنسبه لك نوع من انواع الصدفه، ولكن واقعا هو سلسلتين من الاسباب اللي ماشيين بشكل منطقي تماما والتقوا في نقطه واحده. فلما نيجي نتكلم عن العالم، العالم هو جمله الاجسام الموجوده حولنا. فهل نشا العالم نتيجه دون او هل نشا العالم دون سبب ملائم؟ هل ده ممكن شيء حقيقي؟ هل نشأ بالصدفة مثلا نتيجة لأسباب مادية عشوائية؟ تعالوا نبص على الاحتمالية دي كده مع بعض. على المستوى البسيط، الصدفة هي شيء نادر، وما يوجد بالصدفة لا يستمر، هو حدث عشوائي كده بيحصل وينتهي، لأن العشوائية بتنتج في النهاية عشوائية. طب هل ده بيحصل في عالمنا بالفعل؟ لا، واقعا عالمنا دائما الأحداث فيه تبدو منطقية وليها سبب واضح، حتى لو السبب ده زي ما قلنا كان التقاء سلسلتين من العلل. زي ان واحد مثلا يقول لك ده طفل نزل من البيت وهو ماشي مثلا تحت البيت مسك فيه سلك كهرباء فمسك في هدومه فولعت هدومه ايده مثلا اتحرق، ده صدفه غريبه جدا. لا، هو انت فعلا لو السلك جبته عند الهدوم هيعمل كهرباء وممكن يعمل شراره تولع فيه، وبالتالي الحدث حدث منطقي ولكنه حصل نتيجه التقاء سلسلتين من الاسباب اللي خلت الحدث ده يبدو كانه غير منطقي، انما هو واقعا السبب ان الهدوم تولع منطقي تماما. ما ينفعش بقى حد يجي يضحك عليا ساعتها ويقول لي ايه، لا ده هو الطفل ده دراعه ولع عشان نزل يلعب في الشارع، ده مش حقيقي. هل كل اللي هينزل يلعب في الشارع دراعه هيولع؟ لا، انما كل اللي هيجي يحط مثلا حته قماش جنب النار هتولع. وبالتالي على المستوى العقلي زي ما احنا اكدنا ان الصدفه ده عقلا حتى من غير بقى ما ندخل في الاحتمالات اللي احنا لسه هنشرحها دلوقتي، مش يعني محال عدم وجود سبب ملائم حتى في الامور اللي احنا بنشوفها نادره او صدفه في سبب ملائم. فزي ما قلنا عندما تقابل صديقك صدفه فبسبب انكما موجودان في نفس المكان، فالسبب الملائم الحقيقي هو ان انتوا الاثنين موجودين في نفس المكان. استاذن حضراتكم نشوف الفيديو ده. This impasse confronting evolution is the incredibly complex structure of the living cell. Every living thing on Earth is made up of cells about a hundredth of a millimeter in size. Some living things are made up of a single cell. Yet even these single cell organisms are remarkably complex in their composition. They have complicated functions to survive and even little motors to move. In Darwin's time, this complex structure of the cell was unknown. With the primitive microscopes of those days, cells appeared to be little more than featureless stains. However, powerful electron microscopes invented around the middle of the 20th century began revealing just how complex and organized a living cell really was. They laid bare a complexity and organization that could not be a product of chance. A living cell is comprised of thousands of tiny parts that work in harmony. To make a comparison, within the cell, there are power stations, high-tech factories, a complex data bank, huge storage systems, advanced refineries, and a seemingly conscious cell membrane that controls what enters and leaves the cell. In order for the cell to survive, all of these organelles have to exist at the same time. It is impossible that such an intricate and complex system could have emerged as a result of coincidences. So there's a big question. If you're just kind of trying to assess, how likely is it that we'd find a protein by chance with all the amino acids in that prebiotic soup interacting with each other for, say, billions of years?
I'm going to give it a lot of time. How likely is it that we'd ever get a protein to arise by chance? So I have a colleague who's been interested in the whole question of whether or not life could arise by chance for a long time. His name is Doug Axe. He's a molecular biologist. He did his PhD at Caltech. He worked for 14 years at Cambridge University, and he wanted to find out how common or how rare are the functional sequences of amino acids among the big space of all the possible amino acids there are. And he came up with a really amazing number, and it's 10 to the 74 power. So just to get the amino acid sequence properly, you've got an odds of about 1 in 10 to the 74. But there's other probabilistic hurdles that have to be overcome. If you want to build a protein, we know from chemistry that you have to attach the amino acids together with what's called a peptide bond. In nature, peptide bonds occur with about a 1 in 2 frequency. Half the bonds that form between amino acids are peptide bonds, half aren't. But if you get any bonds forming that aren't peptide bonds, you can't form a protein. So to form a protein 150 amino acids long, you've got a 1 in 2 chance at each site of getting the correct type of linkage. So you got 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 to the what power? Close to 150. Since we got linkages, we have 149, but call it 150. Okay. So another way, we got another huge exponential problem to overcome. So, and it turns out that 1 in 2 to the 150 is the same number as 10 to the 45th, 1 in 10 to the 45. So now we've got two incredibly improbable things that we've got to overcome to build a functional protein by chance alone. One more problem. When you're building proteins, amino acids come in two flavors. There's a left-handed flavor and a right-handed flavor. They're called optical isomers, not flavors. Okay. And the left-handed version is the only kind that can be used in building proteins. You get even one right-handed amino acid in there, and your protein won't fold properly. So you got another probabilistic hurdle to overcome. So you've got a 1 in 2 chance at each site again, out to the 150th power. 2 to the 150th power, again, is 10 to the 45. Oh my goodness. So the odds of building even a short functional protein by chance alone is 74 plus 20. You can remember how you do this in math. You can add the exponents if you're multiplying exponential numbers. 164. Thank you very much. Okay. Wow. Now, can anyone get their mind around a number that big? There's only 10 to the 80th elementary particles in the entire universe. There's only 10 to the 16th seconds since the Big Bang. There's only 10 to the 139th total events since the beginning of the universe. Now you're starting to get the understanding of why people are very skeptical that the chance hypothesis is going to do the job. Now, you may have heard just the opposite. Has anyone ever gotten in a discussion with you about the origin of life and said, hey, it happened by chance? I mean, do you hear that? I mean, this happens to me. I'll be lecturing in hostile university environments, and I'll get done, and somebody say, well, but, and they want to argue with me about the probabilities. And I just shut the discussion down because I say, no serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. زي ما حضرتك شفت في الفيديو. احنا بنتكلم عن احتمالية اقل بكتير من انها يتم الحديث عنها كحقيقة بالشكل ده. كان عن احتمالية مش موجودة اصلا، وهي احتمالية ان الكون يكون صدفة. والغريب ان البعض بيميل لتصديق ده على حساب الامر الواضح، وكأن المسألة هي مسألة عناد فكري، مش مسألة بحث عن الحقيقة ابدا. في قضايا بتكون اوضح من ان انت تقاوح فيها الحقيقة. يعني زي ما حد كده يجي يقاوح يقول لك لا النور ده مش شمس، لا الشمس لا مش هي اللي بتخلي في نهار وفي ليل والكلام، لا خالص، ده مقاوحة في وعناد في ما هو واضح وضوح الشمس حرفيا. تمام. خلاصة الكلام النهارده وختاما لندوتنا النهارده، ان الكون منظم وله ناظم، وان هذا تم اثباته على كل المستويات، وأن هذا البرهان معروف تاريخيا من اليونان القديمة حتى عصرنا الحالي ومعروف حاليا، وأن الاكتشافات العلمية المستمرة توضح لنا باستمرار أوجه جديدة للنظام والتصميم الذكي
في الكون، وأن الصدفة مستحيلة واحتمالها يساوي صفر، وأخيرا أن الاعتقاد بوجود إله أكثر منطقية من إنكار وجوده. ده كده خلاصة الموضوع اللي احنا اتناقشنا فيه النهاردة. شكرا جزيلا تاني لحضراتكم، سعيد جدا أنا كنت معاكم، وسعيد جدا بالنقاش دائم معاكم، وأشوف حضراتكم على خير بإذن الله.